طيب اول مره بقى قالوا لك اعملي دوبلاج بقى يا مريم؟ كان عندي 10 سنين، وكانت واحده من اصدقاء امي الله يرحمها فانيا اكسرجان، كانت من الشركاء اللي كان عندهم شركه، من اوائل الشركات اللي عملت دوبلاج ديزني في مصر. وهي طبعا كانت صاحبه مامتي جدا ومربياني يعني، فعارفه طبعا بقى الهوس بالكرتون وديزني وقد ايه بحبهم وهكذا. وقالت لي مريم مش عايزه تشتغلي في الكرتون، فحسيت طبعا عايزه اشتغل، ما اعرفش ازاي بس هشتغل في الكرتون. وابتديت بقى اول حاجه عملتها، عملت كان مسلسل حاجه صغيره كده، واول فيلم بقى كرتون على بعضه كان بيتر بان اللي لسه كان بيتعرض منه جزء دلوقتي. بيتر بان ده كان اول حاجه خالص. ويندي ويندي شخصيه ممكن ويندي. بقى نسمع حته صغنطوطه كده من اول اعمال النجمة يا ماما مريم بنخش. كان عندك كام سنه؟ 12 سنه. انا هقول لكم يعني ايه ام. ايوه يلا قولي يا ويندي. شوفوا الام اللي بجد هي اجمل شخص في الدنيا. فاكرين المطاعم الفخمه محسوكه الشيف فيها شيك قوي؟ مش مظبوط. عندك لالو هرب من البيت وهو عنده 12 سنه واشتغل في السيرك لاعب اكروبات، وبعدين